السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم جديد في قناتنا إيكغيك تي دي زد. كما عودناكم اليوم جبنا لكم أهم أخبار الجزائر. في الأخبار عدنا أوروبا تحاول ضم الجزائر إليها لضرب روسيا، ووزير الخارجية الروسي يتحدث عن مشاريع كبيرة بين الجزائر وروسيا. في الأخبار أيضا بعد تطبيع المغرب مع إسرائيل، أمريكا الآن ستضع قاعدة عسكرية في المغرب قرب الجزائر. أخيرا في الأخبار، الجماهير تهاجم رابح ماجر في ملعب نيلسون مانديلا وتجعله يبكي، والكثير من النجوم يتضامنون معه. هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، أما أبقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا كاع التفاصيل. قبل ما نبدأ الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب. خلونا نحاول نوصلوا هذا الفيديو على الأقل 2000 لايك، هذا راح يدعمنا بزاف ونشكركم جزيل الشكر على الدعم. في الخبر الأول، الجماهير تهاجم رابح ماجر في ملعب نيلسون مانديلا وتجعله يبكي، والكثير من النجوم الكبار مثل رياض محرز وحفيظ الدراجي يتضامنون معه. تعرض أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أمس الثلاثاء خلال مباراة الجزائر وإثيوبيا إلى موقف سلبي من طرف الجماهير الجزائرية التي تواجدت بملعب نيلسون مانديلا. وما إن ظهر رابح ماجر على الشاشة العملاقة للملعب حتى بدأ الجماهير في التصفير والصراخ ضده، وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المدرب السابق للخضر لهذا الموقف، إذ أنه تعرض لموقف مماثل خلال المباراة الافتتاحية لشان الجزائر التي جمعت بين المنتخب الجزائري ونظيره الليبي. ومباشرة غادر رابح ماجر مدرجات ملعب نيلسون مانديلا متأثرا ومطأطئا رأسه، رافضا للحديث إلى الصحافة أو الإدلاء بأي تصريح. وذكر مراسل إذاعة موزايك اف ام التونسية الذي كان حاضرا بالملعب أن ماجر غادر المدرجات باكيا، فيما نفت مصادر كانت متواجدة في الملعب لمنصة أوراس بكاء رابح ماجر، وأكد خروجه حزينا فقط. وعبر نجوم كبيرة للكرة القدم وشخصيات بارزة عن غضبهم مما تعرض له رابح ماجر الذي قدم الكثير للمنتخب الجزائري، وسنتحدث عن ردة فعل بعض النجوم. حفيظ دراجي قال حفيظ دراجي: الجزائري رابح ماجر الإنسان واللاعب الدولي رابح ماجر الأسطورة، يستحق منا كل الاحترام والتقدير وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم. على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة والعاشقة لمنتخبها والمحبة لوطنها أن تحب بعضها البعض وتتحلى بالأخلاق الحميدة وتكبر على الافتخار بكل رموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائري في كل المجالات. أيضا رياض محرز كان من بين المدافعين عن أسطورة كرة القدم رابح ماجر، وطالب قائد المنتخب الوطني الجزائري ونجم مانشستر سيتي بضرورة احترام المدرب السابق للمنتخب الجزائري ونجم كرة القدم. وكتب محرز في تدوينته عبر الانستغرام: قليل من الاحترام لأحد اللاعبين الكبار في تاريخنا، وخاصة وأنه شخص طيب. أيضا تضامن معه الكثير من الفنانين أمثال رغيس محمد رغيس، وقال: صفر صفر ولا أقعد، وعرك الجواقي صفر، وعرك تكون خروف التبع. أيضا رضا سيتي ساز دفع عن رابح ماجر بغضب كبير وقال: إيطو تصفروا له يا الهوايش، وماجر تصفروا عليه وتبكيوه، وزيد قدام العديان والجناس كامل تشوف فينا، قسما بالله غير حاجة ما بقات تصلح. والكثير من الفنانين الآخرين أمثال محمد خساني قال: هل تعلم يا الخاوي الفاشل يلي ما داير والو في حياتك، ما تقرأ ما تعرف ما تحترم التاريخ، أن اسم ألا ماجر رابح ماجر حتى لو سجل كريستيانو أو ميسي بالكعب يقولون عن طريقة رابح ماجر أسطورة عالمية كل العالم يحترمه ويعتبره أسطورة. ماجر الفائز برابطة أبطال أوروبا بهدف وطريقة الهدف أصبحت مسجلة باسمه عبر التاريخ. يأتي واحد ضرب الصاروخ عطاوه تيكي لقى روحه في ملعب يصفر على التاريخ، من الصفر التاريخ. ومن يسموك القهوي تزعف قهوي وألف قهوي وقليط، الناس مثلكم لا يمثلون الجزائر. الجزائري أكبر وأرقى، الجزائري مؤصل يحترم رابح ماجر. الأقلية اللي كانت في الملعب تمثل نفسها، الشعب الجزائري يحترمك ويقدرك ويفتخر بك. ما راكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وفي أي جانب أنتم هنا؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر، أوروبا تحاول ضم الجزائر إليها لضرب روسيا، ووزير الخارجية الروسي يتحدث عن مشاريع كبيرة بين الجزائر وروسيا.
تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن علاقات بلده بالدول العربية بما في ذلك الجزائر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحملة الأمريكية ضد موسكو، وأيضا دعوات من أوروبا إلى الجزائر من أجل ترك روسيا ومحاولة معاقبتها. وقال سيرجي لافروف في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك أن العرب هم أصدقاء قدامى ومخلصين لروسيا. وكشف لافروف أن روسيا بصدد تطوير علاقاتها مع العالم العربي بشكل تصاعدي، مشيرا إلى أنها تمتلك العديد من المشاريع العالمية مع عدة دول عربية. وأفاد الوزير الروسي أن هناك العديد من المشاريع خاصة روسية مع الجزائر، وأشاد المتحدث بعدم انضمام الدول العربية إلى العقوبات المفروضة على روسيا. أيضا وعلى صعيد آخر، اتهمت وزارة الخارجية الروسية أمريكا باستخدام شيطنتها لابتزاز منافسيها ودول الحليفة لروسيا مثل الجزائر. ويرى سيرجي لافروف أن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة، معتبرا أن واشنطن انتهكت ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارخ. يذكر أن العلاقات بين الجزائر وروسيا تتميز بالتقارب لا سيما في الآونة الأخيرة، ومن المرتقب أن يقوم رئيس عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى روسيا قريبا. وأوضح رئيس الجمهورية أن روسيا تعتبر دولة صديقة للجزائر أيضا دون أن تكون صديقة لنا ضد جهة أخرى. فما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، وبعد تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، أمريكا الآن ستضع قاعدة عسكرية لها في المغرب قرب الجزائر. أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوزير الدفاع لويد أوستن لإعداد خطة طارئة لإنشاء قاعدة صناعية عسكرية في المملكة المغربية. وأفادت تقارير إعلامية أمريكية أن قرار بايدن جاء بعد تلقيه تقريرا مفصلا عن مدير المخابرات المركزية ويليام بيرنز حول توسع نفوذ روسيا في القارة الإفريقية بما في ذلك الجزائر ودول الساحل والصحراء والسودان وغيرها. ورغم تقرير المخابرات المركزية أن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة لوجستية كبيرة بالجزائر، وتعتبر هذه المعلومة التي وردت في التقارير الاستخباراتية الأمريكية عارية من الصحة، في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق أن الجزائر لن تقبل بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها مهما كانت الدولة. وقال رئيس تبون: ترابنا مقدس ولن تكون هناك أي قاعدة عسكرية أجنبية في الجزائر، واحتراما لشهدائنا لن نسمح بإقامة أي قاعدة عسكرية على التراب الجزائري، فمبدأنا واضح وصلبة ولن تتغير. يذكر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخفي قلقها من التقارب الملحوظ بين الجزائر وروسيا، رغم أن العلاقات بين البلدين ضاربة في التاريخ وليست وليدة اليوم، وإنما روسيا صديقة قديمة للجزائر. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع أيضا؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم على المشاهدة وسنلتقي مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.